مركز تكوين ودعم اللامركزية تم بعثه منذ سنة 1995، هو معني بتكوين الإطارات الجهوية والمحلية وكذلك الإطارات المركزية المعنية بالعمل الجهوي والمحلي، وكذلك أعطانا القانون تكوين المستشارين والأعضاء مجالس الجماعات المحلية. المركز هذا عنده دور استراتيجي الحقيقة، خاصة فيما يتم من أصلاحات في مجال المركزية. تم إعداد مصنف مرجعي للمهن اللي حددنا فيه الكفاءات المطلوبة في كل مهنة في الإدارة الجهوية والمحلية، وهذا بالطبيعة يساعد على تحديد حاجية التكوين ويساعد على كيفية الاستجابة لها. هذاك علاش احنا أمنوا التكوين الحضوري أقصى ما يمكن، ولكن أيضا عندنا التكوين عن بعد، وإن شاء الله معناتها في المستقبل باش يكون حتى عندنا التكوين الميداني ما يسمى بالكوتشينج. مركز التكوين ودعم المركزية معني بتكوين أعضاء المجالس بالجماعات المحلية، يعني المستشارين البلديين، المستشارين باش نلقاهم في المجالس الجهوية، والمستشارين باش نلقاهم في مجالس الأقاليم. أحدثنا خطة المسؤول الجهوي والمحلي للتكوين هذايا، وهما الحقيقة قاعدين يساعدوا في المركز فيما يتعلق بتحديد حاجية التكوين، في التخطيط، في الإنجاز، وفي تقييم أثار التكوين. بطبيعة هالمسؤولين الجهويين عن التكوين هما في 24 ولاية وفي 350 بلدية، قاعدين نكونوا فيهم على هندسة التكوين، وقاعدين الحقيقة بدأوا يقوموا بعمل هام ياسر فيما يتعلق بحتى إنجاز عدد هام من الدورات التكوينية اللي هما الحقيقة يخططوا لها وينجزوها بمساعدة بيداغوجية ومساعدة مالية من المركز. مؤسسة جيزاد الألمانية تقدم في خدمات كبيرة ياسر للمركز. احنا عندنا توا التعاون متاعنا يمتد على عدة سنوات، قدمت لنا مساعدات مادية ساعة في المركز هذايا، العديد من التجهيزات تم توفيرها من طرف التعاون هذايا. ثانيا ثم تعاون فني بحيث عاونتنا على تكوين المكونين في عدة مجالات. ثانيا هناك زاد تكوين المسؤولين الجهويين والمحليين على التكوين. أيضا جيزاد ساعدتنا على معناتها إعداد العديد من الوثائق أدلة العملية اللي نضعوها على ذمة الإطارات الجهوية والمحلية، بحيث جيزاد عاونت المركز في تحسين النجاعة متاعه.